أكدت فاطمة هتلر الملقبة بشبيه زبيدة ثروت لما تحمله من ملامح متطابقة بينهما خاصة في لون العينين، أكدت أنها تعشق الفنانة الراحلة وتشاهد كل أفلامها وبالأخص فيلم الملاك الصغير، وقالت إن قصة هذا الفيلم تلمس إحساسي لما يحمله من تفاصيل إنسانية. وأكملت فاطمة بنت محافظة الشرقية: هواياتي منذ الطفولة هي رسم البورتريه، وأعشق الرسم والمناظر الطبيعية. وأنها عندما بدأت نشر أعمالها المتابعين التفتوا لملامحها وشبهوها بالفنانة القديرة زبيدة ثروت، وأشارت إلى أنها طالبة بكلية اللغة العربية جامعة الأزهر، وأنها اختارت اسم هتلر ككينية لها على مواقع التواصل الاجتماعي نظرا لأنه اسم مميز، وأيضا لحبها لشخصية الزعيم الألماني وتأثرها به. دي فاطمة، إيه رأيكم؟ تشبه لزبيدة ثروت كتير؟ شاركونا في التعليقات، وهل هتتجه للتمثيل وهيتلقفها المخرجون والمنتجون؟ محدش عارف ايه المستقبل، بس الأكيد إن هي تشبه لزبيدة ثروت كتير. وهنشوف بقى دلوقتي أسرار عن الفنانة القديرة زبيدة ثروت وأزواجها، ومعلومات أعتقد بتعرفوها لأول مرة. وأيضا هنشوف زبيدة ثروت وأصولها الملكية وحب بيليه ليها، وإزاي رفض والدها زواجها من عبد الحليم حافظ. ثروت مولودة 14 يونيو 1940، ممثلة مصرية من أصول شركسية، عرفت بلقب قطة السينما العربية، والدها كان ضابط. ودي زبيدة ثروت ممثلة معروفة جدا طبعا. كان أول فيلم سينمائي لها هو دليلة عام 1956، وأجمل أفلامها مع عبد الحليم حافظ بطولة فيلم يوم من عمري، وأطلق عليها بعض النقاد لقب ملكة الرومانسية بعد عرضه. أنا مع عبد الحليم حافظ، كان فيلم جميل يوم من عمري. ومفاجأة زبيدة ثروت إن حليم طلبني للجواز وبابا رفض. زبيدة ثروت تزوجت سنة 1960 ضابطا في البحرية المصرية اسمه إيهاب الغزاوي، ثم المنتج السوري صبحي فرحات الذي أنجبت منه بناتها الأربعة. ده المنتج صبحي فرحات أبو بناتها الأربعة. زبيدة ثروت مع المنتج صبحي فرحات، وهنا مع أحد بناتها. هنشوف صور نادرة ليها طبعا مع بناتها. ثم تزوجت زبيدة ثروت من رمزي إسماعيل، وآخر أزواجها الممثل عمر ناجي. هنا زبيدة ثروت مع زوجها رمزي إسماعيل ولاعب الكرة بيليه. وتوفي صباح اليوم الاثنين 27 أغسطس 2018 الفنان عمر ناجي، حيث أعلن أصدقاؤه عبر موقع فيسبوك الخبر وقاموا بنعيه. ده الممثل عمر ناجي، آخر أزواج زبيدة ثروت. ويعد الفنان الراحل غير معروف لمعظم الجمهور المصري، لا سيما وأن مشواره لم يكن به أدوارا بارزة باستثناء شخصية الرئيس دبيكي كبير المطاريد في مسلسل ذئاب الجبل الذي عرض في بداية التسعينات. وده صورته وهو بيمثل شخصية الرئيس دبيكي. الممثل عمر ناجي هو الزوج الرابع والأخير للفنانة الراحلة زبيدة ثروت، وهو ممثل مسرحي وعامل مخرج لعدد من المسرحيات. هو اللي على الشمال ده طبعا بعد مرور السنين، وظهر في فيلم حتى آخر العمر مع محمود عبد العزيز ونجوى إبراهيم وعمر خورشيد، ومن بعده شارك في العديد من الأفلام.
والعديد من الأعمال التلفزيونية والتي من أبرزها الأخرس، الهيان، ذئاب الجبل، الأخطبوط، الرجل الآخر. وكان آخر أعماله فيلم علمني حبك عام 2005، وبعدها اختفى من على الساحة الفنية تماما. في كتير يفتكروه برضو. وأوضحت زبيدة ثروت أن والدتها من العائلة المالكة، وجدتها من ناحية الأم هي زبيدة حسين كامل، وأنها حفيدة السلطان حسين كامل من الخديوي إسماعيل ابن إبراهيم باشا. الخديوي إسماعيل على اليمين، والسلطان حسين كامل جد والدة زبيدة ثروت، يعني هي من نسل سلطاني من أصول شركسية. وأضافت: عمري ما أخفيت سني، وفي عام 1952 كان عمري 12 سنة، وقامت الثورة ونحن كنا من العائلة المالكة، وقام مجلس قيادة الثورة وقتها بإخراج اللواءات والضباط الكبار على سن 40، ووالدي كان منهم. لم أكن أعي جيدا معنى ثورة 52 لأني كنت صغيرة، لكن مجلس قيادة الثورة قام بمصادرة جميع أموال والدتي، حتى السلسلة اللي كانت في رقبتها. قصة فيلم رد قلبي لمريم فخر الدين حقيقية ومعبرة عما حدث في الواقع. هنا زبيدة ثروت عمرها كان 76 سنة، مواليد 1940، وهنا مع أختها التوأم حكمت، وهنشوف صور نادرة ليها وأسرار ما تعرفوهاش.